هنبدأ أول سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. Which one of the following is least associated with hepatosplenomegaly؟ تمام، يعني اللي مذاكر يقول بقى، عشان احنا لسه أول يوم لينا، وطبعا مش كله ذاكر وخلص، فيعني إيه اللي مذاكر أو عنده تجميعات يقول لنا. ثواني بس هفتح. طيب انا بقول مثلا انفكتيف مثلا. infective endocarditis. طب حد عنده رأي تاني؟ حد عنده رأي تاني يا جماعة؟ احنا 11 على الشات، يعني على الجروب، يعني دكتور هشام last answer دكتورة infective شيرمان بتقول برضو endocarditis. انفكتيف. اوكي، تمام. طبعا هما الهيباتوسبلينوميجالي causes chronic liver disease with portal hypertension, infections like glandular fever, malaria, hepatitis, lymphoproliferative disorders, myeloproliferative disorders زي طبعا الكرونيك مايلويد لوكيميا والاميلويدوزز. دي الحاجات اللي بتعمل هيباتوسبلينوماجي. تمام، اوكي. طيب تاني سؤال. A 22 years old man presents to the emergency department after a road traffic accident. He is tachycardic and hypotensive. The emergency department physicians suspect a hemothorax and insert a drain. 1,700 milliliter of blood is drained, but the patient remains unstable with 220 milliliter of blood per hour being drained for the next 2 hours. What is the next best step in the management of this man's hemothorax? Procotomy. Soracotomy. Had I right any? تمام، كله متفق على السيراكوتومي يعني؟ 200 مللي المفروض ان احنا بنعمل سيراكوتومي يعني. تمام، يعني انت قصدك ان الكميه بسيطه جدا اللي طالعه ومحتاجين نعمل سيراكوتومي؟ لا، هو العيان في 1700 دريند والعيان لسه انستيبل، في لسه 220 بلاد بير اور بينج دريند فور ذا نيكست 2 اور، يعني ده اكتر من 200 وده بنعمل سيراكوتومي. تاني معلش، لو اكتر من ايه؟ من 200 تقريبا الاور بير اور، يعني بنعمل تراكوتو. تمام، اوكي. سبميت الانسر يا دكتور عشان حسن، سبميت الانسر عشان شو. تمام مظبوط. جوب الاكسبلانيشن. انديكيشنز فور سيراكوتومي ان هيموثوراكس انكلود مور ذان 1 1/2 لتر بلاد انيشيالي اور لوسز اوف مور ذان 200 مللتر بير اور فور مور ذان 2 اورز، زي ما كان في المساله كده. اكتر من 200، المساله كان عندنا 220 200 مللتر بالظبط كده، اكتر من 200 مللتر في الساعه for more than 2 hours indication for tracheotomy، اكتر من 1.5 لتر blood initially برضه this is an indication. خلاص، طبعا هو الكويستشن ده is asking about the management of hemothorax. In this case the young man has lost lots of blood in the initial chest drain، فقد حوالي ايه لتر و.7، and has continued to lose large amount of blood حوالي 220 مللتر per hour for the next 2 hours. These are both indications طبعا for more definitive treatment which is tracheotomy, and this will allow for surgical exploration and the closure of any actively bleeding site. فاحنا لما هنفتح نعمل tracheotomy هنعمل بقى، هنبدا ايه لو لقينا اي site actively bleeding او اي blood vessel مفتوح، هيعملوا له ايه surgical ايه interference. Reassessing the patient طبعا in an hour is incorrect، الباقي كله incorrect. خلاص، يبقى ال indications of tracheotomy اللي هي اكتر من 200 مللتر per hour for more than 2 hours او اكتر من 1.5 لتر blood initially lost. اوكي. تمام. ده سؤال شيست يعني المفروض. عارف ايه اللي جابه هنا؟ طيب. 45 years old man known to have hemochromatosis attends for blood test to assess when he next needs venesection. طبعا of the options given which one of the following blood tests should be as used to assess the adequacy of venesection. عايزين نعرف انهي من التستات دي هنعرف هل الفينيسكشن ده adequate ولا inadequate. I think الفيروتين. هو كان الفيروتين طبعا. كان الفيروتين بالظبط، هو كان بيعمل فيروتين وترانسفيرين، هو ما حطش ترانسفيرين طبعا، ما كانش هينفع يحط اتنين مع بعض. بس بالظبط. تمام مظبوط. الفيروتين كان بيبقى كام بقى يا دكتور؟ مع هو ترانسفيرين للدايجنوزس، لكن فيروتين للدايجنوزس. تمام. بس هو اصلا حاطط في المغربي الاثنين، انا اللي شفت حاطط طبعا الافضل هو كان الفيروتين. واللي حاطط الترانسفيرين ساتوريشن بقى، هو كاتبه تحت بالظبط. The British Committee for Standards and Hematology recommend
الاشعه قالت ان الترانسفيرين فور دايجنوستس والفيريتين فور بروب. مينلي فور دايجنوستس ترانسفيرين ساتوريشن، انا فاهم، بس هو كان كاتب حتى في المغربي بنفس الطريقه دي، ترانسفيرين ساتوريشن تحت 50% يعني، والسيرم فيريتين تحت 50 مايكروغرام بير لتر. تمام خلاص، يبقى الفيريتين، يبقى هنعمل اسسمنت للادكوسي باي فيريتين. تمام. Type 65 years old woman is referred in from her GP with deranged blood test. She initially went to see the GP due to pain in her tongue and pain on swallowing. On examination, she has angular stomatitis and red smooth tongue and splenomegaly. Hemoglobin 102 gram per liter. White blood cell count 10.9. Platelets 223. MCV 72. What is the most likely diagnosis? اطلع كده معلش على الكيس تاني بس سريعا نجمع السيمتومز تاني. هي كان معاها ايه؟ pain in her tongue. تمام، يعني تقريبا glossitis، ومعاها pain on swallowing dysphagia، ومعاها angular stomatitis. تمام، ومعاها red smooth tongue وsplenomegaly. ده ممكن يبقى ايه؟ ناقص فيتامينز كده عامل القصه دي ولا ايه؟ اعتقد بلامر فيسوم، مش ده بيبقى معاها dysphagia صح؟ فيتامين بي 12. لا لا، فيتامين بي 12 ده هيعمل ميجالو بلس ايه يعني؟ هيعمل سوري هيعمل اصلا صح. انا ملاحظ ان هنا في مانيفستيشنز اوف ايرن ديفيشنس انيميا، اللي هي المانيفستيشنز بتاعت الايرن ديفيشنس انيميا، اللي هنا الجلوسايتس والانجلر ستوماتايتس. تمام، ومعها ديسفيجيا. الديسفيجيا دي اكيد معنى كده ان مثلا في كريكويد ويب او في حاجه عامله لها ايه؟ ديسفيجيا. تمام صح. فالافضل اعتقد هيبقى بلامر فينسن سندروم يعني. بالظبط يا دكتور مصطفى. تمام. بلامر فينسن سيندروم هو عباره عن تريد اوف ديسفيجيا سكندري تو اوستيجيال ويب، ومعاها جلوسايتس ومعاها ايرن ديفيشنسي انيميا. طبعا تريتمنت هو ايرن سبلمنتيشن ودايليتيشن للويب الموجوده اللي عملها ديسفيجيا. حط بقى زود عليه طبعا المالري ويس او ماري فايس سيندروم، اللي هو عباره عن سيفير فوميتنج. من قوه الفوميتنج بيعمل ايه؟ بينفول ميكوزا لاشيريشن ات ذا جاسترو اوستيجيال جانكشن ريزلتنج ان هيماتيميسيس، وده كومن اوت في الايه؟ في الالكوليكس. وعندنا البورهيف سيندروم هو برضه عباره عن سيفير فوميتنج بس بيعمل اوسفاجيال رابتشر. هو الفكره البورهيف سيندروم الفرق بينه وبين المالري ويست سيندروم ان البورهيف بيبقى واخد الثيكنس كله بتاع الاسوفجس، ياخد الميكوزا والوساب ميكوزا والماسكولوزا، فبيحصل رابتشر لكل الاسوفجس البورهيف سيندروم. المالري ويست اعتقد بيبقى بيوصل لغايه الساب يعني بينفول ميكوزا لاسيريشن، يبقى في الميكوزا بس، يبقى اقل. ليه هنا معاه سبلينوميجالي؟ ايه؟ ليه هنا معاه سبلينوميجالي؟ ما هي دي بس كانت اللي كانت فعلا مش بيفقد الدم كتير يعني ولا ايه؟ لا يعني هو السبينوميجالي هنا لا طبعا ملوش علاقه بفقد الدم، هو السبين لما هيكبر يعني معنى كده ان هو بياكل يعني في هيموليسيس ايفيدنس اوف هيموليسيس. هنا مفيش اي حاجه بتقول ان هيموليسيس، معرفش هو حاططنا يلخبطنا بيها ولا ايه، بس مش عارف صوت ترايد موجود يعني. هيماتيمسيس ايه؟ هيماتيمسيس كاتب هنا. لا دي حاجه تانية يا دكتور حسن. مالري ويز ده هو بيجمع لك الديس اوردرز، ملوش دعوه ده. ده الديفرنشال بتاعه. تمام الديفرنشال. ايوه تمام. 45 years old obese man with a history of type 2 diabetes is reviewed in the clinic. He is well and asymptomatic. His recent annual blood tests have shown slightly abnormal liver function tests. Bilirubin 20 ALB 104 عالي، ALT عالي، جي جي تي جاما جلوتامين ترانسفيريز برضه عالي، الالبومين 38. A follow up liver ultrasound is reported as showing fatty changes. Other standard liver screen bloods including viral serology كانت كل الفيرال سيرولوجي نورمال. His alcoholic intake is within recommended limits. يعني هو مش الكوهوليك يعني. What is the most appropriate next test to perform؟ نعمل له ايه؟ هو عنده elevated liver enzymes وعنده fatty. هنعمل له ايه بقى؟ دكتور عائشة بتقول enhanced liver fibrosis blood test اللي هو ده واحد صح. بالظبط كان اسمه إلاستو. ايوه صح حقيقي. تمام. نان الكحوليك هيباتايتس ده من نان الكحوليك فاتي ليفر ديزيز طبعا عشان العيان ده اوبيز ومعاه تايب 2 دايابيتس. فطبعا ايه نايس ريكومندد اف نون الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز از فاوند انسيدنتالي يعني بالصدفه، then an enhanced liver fibrosis blood test should be performed to assess for more severe liver disease. هنضطر نعمل enhanced liver fibrosis blood test. تمام.
تمام. 45 years old man presents with diarrhea, abdominal cramps and 5 kilogram weight loss over 6 months. He has a past medical history of Hashimoto's thyroiditis and gallstones. He has an endoscopy and biopsies taken which show villous atrophy of the intestinal mucosa. Which of the following human leukocyte antigen genes is most strongly associated with this disease? هو واضح طبعا ده ايه؟ سيليك صح؟ سيليك ديزيز. تمام معايا بقى انهي معايا ايه؟ دي كيو 2. دي كيو 2 مظبوط. هلا دي كيو 2. تمام. 2 ولا 4؟ 2 ولا 4؟ سوري انا مش مركز. مش مشكلة مش مشكلة تمام. يبقى طبعا هو هي مش مثلا تي كيو كيو ان 95% of the patients. تمام. والسيليك معاه اوتو اميون هيباتايتس اوتو اميون ثيرويدايتس. تمام. ومعاه الدرماتايتس هيربيتي فورم برضه هتيجي في سؤال من الاسئله. تمام. جدا. تايب 1 ديابيتس برضه فدي من النقاط المهمة جدا. تمام اوكي. Which one of the following may be used to monitor patients with colorectal cancer? CEA. بالضبط. Embryonic antigen. تاني واحدة. أخذنا في البلد والهيماتولوجي طبعا. تمام. ماشي next دكتور حسن. احنا واخدينها قبل كده. طيب 31 years old woman is admitted to the hospital as part of a liver screen. The following results are obtained. The antibodies B surface positive. The antibodies B score positive. The surface antigen negative. طيب الانتي طبعا بيقول لك هو بيقول لك اختصارات مكتوبه تحت طبعا احنا قلناهم. طب what is this patient's طبعا ايه hepatitis B status؟ الستاتس بتاعته ايه؟ هو السيرفيس انتيبادي بوزيتيف والكور انتيبادي بتاعه بوزيتيف. ومعنى كده ده ايه؟ انزل على الاخر بس خيار انا مش شايفه معلش يا دكتور حسن. اكتف كيوت. لا هو مش اكيوت طبعا. كرونيك نون انفكشن بريفيس بي نوت كارير ولا كرونيك هايلي انفكشس. كرونيك بي هايلي انفكشس. ليه هايلي انفكشس؟ مش الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجن نيجاتيف؟ نعم نيجاتيف. لا ما اعتقدش انفكشس. وانا مش مع الاختيار ده بصراحه اللي هو بتاع هايلي انفكشس. هو في الاغلب اللي هو كرونيك بي دي نوت انفكشس. ممكن يكون نوت كارير مش عارف ليه الكارير او نوت كارير. ما انا برضو نفس النقطه دي انا محتار ما بينها يعني ممكن يبقى previous B نوت ا كارير. بس ازاي نوت ا كارير والكور موجود يا دكتور؟ يعني ازاي نوت ا كارير والكور انتي بودي موجود؟ انا مش عارف. ما هو المفروض ان الانتي كور ده الانتي سي ده حاجه من الاثنين المفروض ان هو يبقى كارير او كرونيك. مش عارف بصراحه. ممكن يختار يبقى لازم كرونيك طالما اعتقد بدام في سي هو خلاص كده كرونيك. صحيح. انا الانتي تمام عشان كده بقول لا ده لو مش الانتي لو سي نفسه الانتي نفسه هنا انتي سي هو اللي بوزيتيف. تمام هو كده فعلا بريفيوس مش ايمونايزد يعني مش ايمونايزد. لو ايمونايزد ملوش دعوه ان ايمونايزد ملوش دعوه بس بالكور. يعني الايمونايزد مش طالع كور بوزيتيف. هو هنا المفروض ان احنا حتى انا كنت حليت سؤال شبيه قبل كده زمان بكده ان هو كان جاله الانفكشن واميون يعني هو المفروض كده ان هو اميون وكان جاله السي. بس انا محتار ما بين البريفيوس بي انفكشن وبين الكور ما بين الكرونيك بي نوت انفكشس. هي دي الفكره. الخيارين الاخر اللي هما اللي هو انفكشوس نجربها ايش مش هتفرق هنعرفها طلعت اوكي يا كاري هي نفرق بينهم. تعال نعمل لها تحليل كده نشوفها. هو المفروض طبعا هو كاتب ان السيرفيس انتيجين ده الفيرست ماركر تو ابير اند كوزز ذا برودكشن اوف ايه الانتي اي اس. تمام ده معروف ان السيرفيس كمان نورمالي امبلايز الاكيوت ديزيز معناه ان ده اكيوت ديزيز اللي هو موجود من شهر ل 6 شهور. طب لو السيرفيس انتيجين موجود اكتر من 6 شهور ده معناه ان العين داخل ايه في كرونيستي بقى كرونيك ديزيز ومعناه ان هو انفكتيف طبعا. تمام احنا كده السيرفيس انتيجين كان نيجاتيف. طيب بيقول ان الانتي اس الانتي بطاطس بي اس معناه ان عنده اميونيتي ايذر حاجتين يا اما اكسبوجر ان هو اتعرض له قبل كده او اخد اميونايزيشن اخد الفاكسين بتاعه. ات از نيجاتيف في الكرونيك ديزيز. هو بيبقى نيجاتيف في الكرونيك. تمام هو هنا احنا عندنا في المساله كان بوزيتيف
تمام. طيب تمام تمام الانتي كور معناه ان هو يا اما previous infection يا اما current infection. تمام. الاي جي ام معناه ان هو الانتي الاي جي ام بتاع السي معناه appears during the acute or recent hepatitis B infection وده موجود لمده 6 شهور. الاي جي جي ده بي بيرزيست معانا، هو قال لنا ان الكور بوزيتيف. تمام. طيب الاي انتيجين معروف ان ده البريك داون، وده معناه ان ايه، ده ماركر للانفكتيفيتي. احنا بقى المساله كانت ايه، المفروض ان الكور بوزيتيف والايه والسي طلع عندنا بوزيتيف، فمعنى كده ان هو فعلا مش كارير وهو جاله قبل كده انفكشن، اخد مناعه من الانفكشن. لو دي نيجاتيف يبقى كرونيك. لو كان السي لو الكور لو الانتي كور لو كان الانتي كور بس كان هيبقى كرونيك نون انفكشنس. هتلاقي كان انزل يا دكتور حسن يعني انزل يعني دي الكونديشنز انزل. ايوه هي دي الكونديشنز. لو بريك يبقى الانتي هيباتيتس بياخدها من البدايه كده عشان تتفهم. يعني هو اول ما بيجي له انفكشن هيجي له اللي هو الاي سيرفيس انتي بودي. تمام. لو عنده الانتيجين نفسه بدأ بالفعل دلوقتي اكيوت، لو هو الانتي بودي بس ده اميونايز. تمام تمام. دلوقتي بعد شويه هيطلع الكور بقى انتيجين. اي حد عنده الكور انتيجين ده بالفعل انفكتد بقى، مش اميونايزد خالص حتى لو انتي كور. تمام تمام. ما دام ظهر الكور انتيجين ده ما بيبقاش موجود في الاميونايزيشن، فده بالفعل انفكتد قبل كده. تمام. لو في انتي كور انتيجين، يعني هو دلوقتي احنا عندنا الانتيجين كور، ده معناه انه انفكتد. فنبص بقى على السيرفيس انتيجين، لو موجود برضو حاليا يبقى ده في الاكيوت انفكشن، لو مش موجود حاليا لا يبقى خلاص ده مش في الاكيوت انفكشن. دكتوره هو دلوقتي مدينا ادانا في المساله حاجتين بوزيتيف، الانتي اس والانتي كور. يعني هو ادانا الانتي كور والانتي اس اللي هي اخر واحده. انزل كده دكتور حسن معلش، انزل انزل اهي بريفيس اخر سطر. انزل يا دكتور حسن، لا انزل، انا بس كنت بجيب في اخر سطر. هو كاتب previous hepatitis B not a carrier now a carrier، يعني هو carrier لو الانتي سي بوزيتيف surface antigen بوزيتيف. دي ماشي زي ما انت قلت يا دكتوره. تاني واحده previous B اكتر من 6 شهور مش carrier لو الانتي سي بوزيتيف والسيرفيس انتيجين نيجاتيف. هي دي الاجابه اللي احنا يا دكتور حسن ممكن لا انا ممكن اقول حاجه. هو دكتور حسن في صوره كده، قول يا دكتور محمود في صوره، في صوره رافعها على الجروب، هتلاقي نفس الفكره اللي هي يعني ممكن ترفعها عشان نقراها مع بعض، اللي هو ان لو كان في هيباتيتس بي اس انتيجين نيجاتيف وانتي هيباتيتس بي سي بوزيتيف وانتي هيباتيتس بي اس بوزيتيف وده اللي موجود في السؤال، هيبقى في ريزولفد هيباتيتس بي في انفكشن. انا شفتها، هاتها يا دكتور حسن. ايوه ثانيه واحده كده. تمام. هو ما بتكبرش عن كده خلاص. طب خليها كده، لو ما بتكبرش عن كده ماشي هي باينه. لا 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 ثانيه واحده بس انا هوضحها لك. ثانيه واحده ماشي كده كده كمان. هو التريك هنا يا جماعه اللي هو في نقطه نوت كارير دي، ان هو بدل ما يجيب الهيباتيتس بي سيرفيس انتجن نيجاتيف جاب مساله البوزيتيف بتاعه اللي هو الانتي بودي اللي طلع عشانه، بس الكور كده كده بوزيتيف. هي دي بس اللي احنا ممكن تكون لخبطتنا. الصوره جايه صغيره بصراحه. استنى هاي يا مصطفى كانت صوره كويسه دكتور حسن، واللي عاوز يكبرها يكبرها في الموبايل بتاعه. يعني الصوره كانت كويسه، انا شايفها في الموبايل يعني مفيش مشكله. حضرتك سويتها خالص كده ثواني إيه. هتلاقيها رجعت تاني. تمام. بس فعلا السؤال دوت بيلخبط كتير جدا وبيجيب اسئله كتير على النقطه دي كتير جدا. هم يا دكتور حسن يا دكتور محمد هم بيقعدوا يغيروا الانتربريتيشن كل مره بصراحه. انا بحس ان هم مش ثابتين على حاجه يعني. الواحد كان بيحلها كويس صح، بس هم بيقعدوا يغيروا الانتربريتيشن عشان يلخبطونا. معرفش انا هنا فين تريك بصراحه، مش عارف في انا فاتح اللي انت بعتها. هي دي كويسه جدا انت بصراحه انت جايبه ده. يعني هو لو احنا فتحناه حتى من البوكيل، يعني هو رقم واحد بيقول لك لو العيان
نيجاتيف في كل حاجه في الهيباتيتس بي اس والانتي بي اتش بي اس سي وانتي اس، يبقى العيان ده سسبتبل والمفروض ان هو ياخد فاكسين. تمام تمام. العيان جاله انفكشن قبل كده، لو هو في انفكشن دلوقتي يبقى الهيباتيتس بي اس انتجين لازم يبقى بوزيتيف، فاحنا استبعدنا بدي. فهو العيان ريزولفد ازاي عشان يفرقها بينها وما بين الفاكسين. الفاكسين الحاجه الوحيده اللي بتبقى بوزيتيف هو الانتي هيباتيتس بي اس، لان احنا كده احنا بندي انتي هيباتيتس الفاكسين هيباتيتس بي اس عشان يطلع له انتي هيباتيتس بي اس. لو العيان ريزولفد لازم يكون الهيباتيتس بي بوزيتيف. هيباتيتس انتي هيباتيتس بي سي بوزيتيف يبقى ده عيان ريزولفد. تمام. النقطه يعني اللي هي السي والاس، يعني لو الانتي سي والانتي اس مع بعض بوزيتيف يبقى ده ريزولفد، كان جاله وخلاص وخف بالظبط كده. كارير ونوت كارير ومش كارير. صح، لازم نضيف عليه ان هو مش كارير فعلا. ما هو لازم يبقى نوت كارير، ما هو المفروض كارير ده يعني حامل الاورجانيزم، ان هو خف فهو مش كارير، بس هنزودها حتى عشان بلخبطتنا فعلا. تمام تمام. لو كارير بقى دكتور مصطفى يبقى الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين بوزيتيف، السيرفيس انتيجين ساعتها يبقى بوزيتيف، يعني الثلاثه يبقى بوزيتيف. صح بالظبط. اه تمام. يعني عشان اقول يا دكتور. تمام كمل كمل معاك. انتيجين تمام. لو هو بوزيتيف، لو هو بوزيتيف الرقم المربع الرابع بقى، لو هو الهيباتيتس بي اس انتيجين بوزيتيف والانتي هيباتيتس بي سي ده عيان في اكتيف او في اكتيف هيباتيتس بي انفكشن، المفروض يعني المفروض ان هو دلوقتي في هو كان كرونيك ودخل في الهيباتيتس بي انفكشن جديده. تمام تمام. ما هو لازم يبقى كرونيك عشان يطلع له سي سي كرونيك. معاك بقول لك سي كرونيك. تمام تمام. كرونيك ده يعني ايه؟ يعني اكيوت او اباف كرونيك يعني. اكيوت اباف كرونيك. تمام. يعني الرابع ده يا دكتور، الرابع ده اللي انت قلت عليه السيرفيس انتيجين بوزيتيف والسي والانتي سي بوزيتيف. تمام. اللي هي اسمها كرونيك وذ كارير ناو، وهو كارير ناو. اه كرونيك كارير ناو، هيبقى انفكتيف للناس اللي حواليه حقيقي. صح. تمام اوكي. طيب نكمل ايه تاني بقى مهم؟ بس اعتقد دول المهمين، دول اللي نيجوا اساسا في الامتحان. اوكي يعني الجدول ده حلو قوي، فاحنا ممكن نذاكر من الجدول ده لانه فعلا يعني حط كل الفرايتيز اللي هي ممكن تيجي. تمام شكرا. اوكي خلاص، حد عنده يا جماعه سؤال في الحته دي، السؤال ده؟ تمام. ثواني مش شغالين اونلاين صح؟ ممكن نكمل. فكرة ان هم كاتبين ان هم كانوا كاتبين على الحته دي ان هم يعني ما حدش بقى بيعمل يعني الحاجات دي قوي، ما حدش بيعمل السيرفيس والكور وكده، يعني ما بيطلبوش قوي. بس هم بيجيبوها عشان الاكزامز، بس فور ذا بيربز اوف ذا اكزام يعني رخام. هم حتى يا مصطفى كاتبين تحت في الاكزامبل ديت هتيجي ثلاث اسئله بنفس الفكره دي. يونايزيشن يعني واخد تاكسين، هيبقى الانتي هيباتيتس بوزيتيف والباقي كله نيجاتيف. اه بي تمام نوت كان، هيبقى الانتي سي والانتي اس الانتي سي بوزيتيف والاس انتيجين نيجاتيف. تمام. هيباتيتس بي وناو كارير، هيبقى الانتي هيباتيتس بي سي بوزيتيف، وعشان يبقى هو كارير دلوقتي لازم يكون الانتيجين موجود اللي هو البي اس انتيجين بوزيتيف. هما كده بيبقوا سهلين، بس لما بتيجي بقى معرفش ليه بتتلخبط لما بتيجي المساله. طب سؤال، لو تاني واحده دي اللي هي الانتي كور بوزيتيف والهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين بوزيتيف زي ما احنا قلنا، ده كده هيبقى كرونيك. هيبقى كرونيك وكارير وانفكتيف طبعا. صح بالظبط بالظبط. انما طالما السي لوحده موجود يبقى ده بريفيوس بي. تمام خلاص فهمتها. تمام طيب. which one of the following genetic conditions is the most prevalent in a Caucasian population؟ اعتقد السيستيك فايبروزس ولا ايه؟ والله اعتقد برضه ثانيه واحده، هو احنا عندنا سيستيك فايبروز، المفروض ان احنا كوكاز تقريبا، فاحنا احنا عندنا هيموكروماتوز. هي دي الهيموكروماتوز. السيستيك فايبروزس في اليو كي تقريبا صح؟ انا اعتقد ان هي هيموكروماتوز. الهيموكروماتوز هي اللي في الكوكيزيان بوبليشن، والسيستيك فايبروزس كانت الموست بريفلنت في اليو كي، لان كانت في واحده فيهم حاجه وواحده فيهم حاجه، بس انا مش متذكرهم قوي. طيب اعتقد ان هي هيموكروماتوز. تمام خلاص اوكي كده برضو.
هو كاتب بص ان هيموكروماتوزيس از مور كومن عموما ذان السيستيك فايبروزيس. هيموكروماتوزيس اتوزومال ريسيسيف، وتاي الريت بتاعه من 1 ل 10 وموجود في حوالي 1 لكل 200 او 400، والسيستيك فايبروزيس الكارير ريت من 1 ل 25 وموجود في 1 ل 2500. فطبعا الايه البريفلنس بتاع الهيموكروماتوزيس الاثنين في الكوكاز يعني هو الاثنين بس اللي ايوه صح 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 الاثنين كوكاز فعلا مظبوط. هو الابيديميولوجي بتاع دكتور يوسف عبد الله محمد كاتب ان هو ذا موست بريفلنت جينيتك كونديشن ان ذا كوكيزيان بوبليشن وذ كارير ريت اوف 1 ل 10، يعني من كل 10 فيهم واحد كارير للهيموكروماتوزيس. لا انا هقول لك يا دكتور محمود انا لخبطت في ايه. هو السيستيك فايبروزيس ده الموست ليثال انهيرتد كونديشن في الكوكيزيان تمام، انما الثاني هو الموست بريفلنت الهيموكروماتوز الموست بريفلنت يعني بيموت اكتر تمام. فايبروزس عشان بس ما نتلخبطش في النقطه دي فاهم. تمام اوكي. which one of the following investigations is considered the gold standard for diagnosis of gastroesophageal reflux disease؟ مونيتورنج طب بين 24 مونيتورنج هو الاسوفاجيال مانومتر دي هتبقى في الكاريه تمام.